السلام عليكم. عندنا اليوم موتر اخونا يوسف الغامدي من الدمام، نبي نشتري هاي الموتر ان شاء الله. مشروع محرك 6 لتر زائد جير اوتوماتيك، حجمه فرع 60، الموتر جير اوتوماتيك هذا قبل الشغل، ماكينته 454، تشغيل التوانك 2 نظام 87، راح نركب له قسام جديد 87 تفصيل ضفيرة دقمة قسام جديدة. هذا الموتور غير اوتوماتيك وتركيب سكمانات جديدة، الوصلات الأمامية دبات جديدة شركة العتيبي مفرغة، وصلات خلفية هذه السكمانات الجديدة. والله يستر ونمو. تم تنزيل المكينة والجير، فكينا ثلاجة المكيف وديت المكيف، فكينا هذه مكينته وجيره، فكينا التوانك هذا التانك جهة اليمين هذا جهة اليسار. هذا قبل غسيل الظفارف الداخلية، صدر الغمارة، والشاس. الحين إن شاء الله راح نغسل له صدر الغمارة والظفارف الداخلية. بعد ما نغسلها إن شاء الله راح أصور لكم. هذا بعد الغسيل الظفارف الداخلية، صدر الغمارة، والشاس. تم تجهيز المحرك 6 لتر زائد جير اوتوماتيك فرن 80، كنا بنركب له فرن 60، صاحب السيارة طلب فرن 80. أنا أشخاص الوكالة، هذه جهة اليسار ركبنا له كاس ماكينة جديد، والحين بصور لك جهة اليمين بالضفرة دائرة المكيف بالكامل، الثلاجة والراديتر، ركبنا له كمبرسر سيزو شبر بيستم، تفصيليات المكيف جديد، ريات البنزين جديد، ركبنا سلك بواجي، بواجي جديد على الشوت حق الجمس 2006، وديت رمام مديل جديد، مراوح مديل جديد، الصاجة تفصيل كرات النجاة، وهذه الظفيرة المختصرة اللي من عندنا بعد ما اختصرناها على البوكس حق الجمس 2006. زي ما انتم شايفين كلها كبس وعوازل، وهذا كمبيوتر الدعسة، الموتر الدعسة كهرب، والحين نبي نركب له شكمانات جديدة، الوصلات الأمامية دبات مفرغة شركة العتيبي، وصلات خلفية. الحين بصور لكم من تحت شكماناته القديمة، بعد ما نركب إن شاء الله راح نصور لكم الشكمانات. زي ما انتم شايفين هذه جهة اليسار الشكمانات والدبات اللي عليه. هذه جهة اليمين، هذا كراسي المكينة، هذا نفس كراسي المكينة تبثنا شايفين، وهذا الجير على عصا الوكالة، صوف جير جديدة، كرت جير جديد، ما شاء الله. هذا العمود ركبناه، هذا فلتر بنزين ما ركبناه، هذا جير اليسار راكبه مع الدبات جديدة، والوصلات الخلفية جديد بعد جهتين، وهذه جهة اليمين. بصور لكم الوصلات اللي ورا، هذه الراكبة وصلات الخلفية، صفها الحين بنشغل عداد السرعة
لأن الموتر مدير 82 عداده يجيك عادي. وحاليا ركبنا له جير مدير جديد يفرق، لو بنركب له عداد الجيمس 91 يجي كهرب الكتروني مثل ما تشايفين نقلبه ماجد، هذا يجي كهرب. طيب نشغل له العداد الموديل 91، هذا عداد الاول يجيك سلك. والله يسر الامور، بعد ما نركب ان شاء الله راح نصور لكم ونطلع على الموتر ونمشي عليه نوريكم العداد شغال. حاليا طلعنا على مصفح نجرب العداد الكتروني حق الموديل 91 نقير اللي عليه موديل جديد 2006. هذا العداد شغال، سام البنزين شغال بنظام 87 حاليا شغال التانك اليمين، الحين بنحوله يسار شغال مثل ما تشوفين، ما في زر تحت اول يركبون زر تشغل طرمبه والزر ذا حق الوكاله يحول يمين يسار، الحين بنحول يسار شغال ما شاء الله تبارك الله. تم الانتهاء الموتر اخونا يوسف الغامدي وجاهز للتسليم ان شاء الله. اشتغلنا عليه مشروع محرك 6 لتر زائد جير 8 فور 80، هذا بعد ما انتهينا من الشغل، وهذه فتحة كبوت. نظفنا دائرة المكيف بالكامل، ركبنا مكبر سرسيد 7 بستم، لبسنا الليات جديد، لبسنا ليات البنزين، ركبنا قلبة الراديتر موديل جديد، الشوتة حقت الجيمس 2006 راديتر موديل جديد، مراوح موديل جديد، فاشت الراديتر تفصيل تراجع النجاح وعليها شعار النجاح على البوكس حق الجيمس 2006. الموتر دعسة كهرب، هذا كمبيوتر الدعسة، هذا الموقع حقه، هذا موقع الكمبيوتر حق السيارة، سيارة البطارية الأصلية حق الجيمس 2006 كما انتم شايفين. المراوح شغالة سرعتين على نظام الكمبيوتر، ركبنا له استكمالات جديدة، وصلات أمامية، دبات، وصلات خلفية، اشتغلنا تفصيل ضفيرة قسام 87 قسام دقمة، وهذه عدادات الحين شغالة بالكامل، وعداد السرعة ركبنا له عداد جيمس موديل 91 لأن هو موديل 82 عداده يجي سلك، وركبنا له جير موديل 2006 حولنا العداد حق موديل 91، وهذا المكيف شغال أرقام كاملة ما شاء الله. وهذا دينامو شغال، الزيت انتم شايفين الحرارة، راح نسمعكم صفات كمان. هذا الشيء كمان جهز اليمين عفوا، والحين بدنا نعطيكم فقرة عطى يا ماجد. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك اخو يوسف، شايف خيره مكفيك شره. ضمان الماكينه والجير شهر كامل من تسجيل تاريخ الفاتوره، التجليس والكهرب ضمانه سنه كامله، الله يبارك لك. تراجع النجاح موقعنا حفرة وباطن.